تركزت في المطرية. ليه مطرية؟ هنجد مش المطرية بس، هنجد المطرية وحلوان وعرب المعادي والطالبية والهرم. منطقة شعبية متسمة بالعشوائية، والعشوائيات أصلا تساعد المجرمين. ليه؟ لأن العشوائية حواري ضيقة صغيرة، فما تقدرش الشرطة تدخل فيها. يا أمريكا فينك فينك؟ يا أمريكا فينك فينك؟ يا أمريكا فينك فينك؟ يا أمريكا فينك فينك؟ الإسلام هنكسر عينك. المطرية تعداد سكانها 8500 وي. 8500 وشوية. مساحتها 14300 كيلو متر مربع. المساحة الكلية. لكن المساحة المنشغلة بالسكان تقريبا تقترب من 4 كيلو. هذه المنطقة اللي تكدس فيها حوالي 800,000 وي، يعني يقترب إلى 900,000 نسمة، في مكان زي كده سكان ومحلات وعشوائية، يسهل النمو الإجرامي. بقول النمو إجرامي ليه؟ لأن ما هو نوع من أنواع الجريمة.